السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شخباركم شباب؟ عساكم طيبين. بهذا المقطع راح استكشف، مو راح استكشف، راح اوريكم العالم مالي. بس قبل ما اوريكم راح اقول لكم ان هذه السلسلة راح تلغي. ليش؟ لان المشكلة ما اكتفى بس ان اذا طلعت من العالم ينشالوا لي بالانفيتوري، حتى اللي بالتشست اغلب الاشياء راحت، كان عندي سيف واشياء هذه. رجعوا للحلقه اللي طافت راح تشوفون ان كان عندي اشياء اكثر وراحت علي. فصراحه الشغله حيل غبيه، ف انه خلاص السلسله انلغت. طبعا الاشياء اللي وياي للحين ظلت، بس اوكي. طبعا هذا العالم مالي، اغلبكم ممكن بعدين بالكومنت راح يقول لي حط رابط لتحميل الماب، وراح اقول لكم ما اعرف. اذا عرفت ان شاء الله على طول راح احط الرابط بالديسكريبشن، وبالمقاطع اللي بعدها راح اقول لكم اذا ضفته ولا لا، لان للحين ما عرفت طريقه يعني اكيده شلون ارفعه. ف طبعا هني هذا الكيفنج مالي، بس مو الكيفنج او التحفير، بس شكلي ضعت. انا ضعتي ايه. وفي بعد سؤال قال تا 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 تا. بس ما له داعي، خلاص ما قام يضبط. ايه صح، لازم يكون طالع الدرعي. اوكي، اللي راح يصير، في واحد سألني شلون تحط السهم مال التكسير، وكنا عرف الحين. بس هذا هو اللي هو split touch controls. في بعد اسئلة بس نسيتها. في واحد يقول شلون تسوي حظيرة حيوانات؟ مكرم السامع، ما تقدر تسويها. تقدر تسويها طبعا، تحط الفنس، بس ما تقدر تحكر حيوانات، او تقدر تحكرهم بالدز لكن بالغصب. يعني انا حاكر خرفان بس بالغصب. وبالنسبه اذا يعني مثلا تبي تزوجهم ولا تبي تسحبهم بالقمح، فلحد الان هذا ما يصير. ان شاء الله انهم يضيفون هذه الميزه، الصراحه ميزه جدا ممتازه اذا اضافوها، او جدا راح تساعد كثير من الناس. ف يعني ممكن تسويها مزرعه. راح اوريكم الحين انا العالم مالي، طبعا صارت لي كم دقيقه بس قاعد ادور بطلعه. اوكي الحين وصلنا. طبعا خلونا نبدا بهذه اول شيء. طبعا المفروض اكون خل امشي لهناك واوريكم من بدء، من يعني من واجهه البيت او واجهه المكان مالي. تعال يا كلب. ممتاز، ان شاء الله ما يطلع كريبر زومبي زادي. هاش منهم او اسطرهم. بس كريبر مشكله يتفجر. يا سبايدر غبي. خلاص يا بشر، خلاص اي بشر. اوكي بعد صار. طبعا هذا البيت ما خلصت عليه الحين، وشكلي ما راح اخلصه، ما راح اكمل عليه شكلي. طبعا بالبدايه هني هذا ترى نافوره هني، ومفكرني بعدين اسوي طريق ثالث وابني بيت هني، وطريق رابع ذاك الصوب وابني بيت. طبعا هذا البيت قاعد احاول اقلد بيتي القديم بعالم ثاني. العالم هذاك مسح. اللي تابع قناتي من زمان رفعت مقطع قديم، كنت يعني كان عندي هذا البيت وقاعد احاول اقلده بس ما ضبطت. اوكي هذا البيت طبعا مو من تصميمي الصراحه، ماخذه من النت، مو محمله من النت يعني، لكن انا اللي مسوي. بس التصميم تصميم مقلد واحد. ف طبعا هنا حط جلوستون عشان انور المكان. طبعا ذاك البيت ما في اشياء فما راح ادخله. خلونا شيء ندخل البيت، او خلونا ندور من برا اول شيء بعدين ندخله. هذا البيت ندخل داخل، ندور دار مدارة. طبعا هنا في ما ادري شلون اوصفها، لكنه مو حوض سباحه ولا هو نافوره. يعني دائما تشوف بالمجمعات ساعات وبالاماكن الفخمه كذي تلقى الاشياء. هذا مسبح، المفروض هذاك يكون جاكوزي هني، هذول اللي يقعدون عليهم. يعني زرع شوي. زرع يعني عشان خليه اكثر واقعيه شوي. وهني عندك المزارع البسيطه، عندك البطيخ او الووتر ميلون، وعندك هني الكاكتوس او الصبار. وهني حاكر لي كم خروف. وبين فترة الثانية اقص صوفهم. طبعا بالغصب حكرتهم، واتوقع اني قلت هذا الشيء بالمقطع اللي طاف، يعني اطول حيل على ما احكر واحد. فلو تشوفون هناك
مسوي طريق كامل بس عشان ادز الخروف. حد ديرت هني لين ما وصلت عند البوابة. ما يمدي اخذهم. اوكي ما في مشكلة. ما راح تطلع هني. قصب السكر عندك او عندك؟ ليش عندي قصب السكر هني؟ طبعا هذا ممكن بعضكم يقول بالهاك، هذا من الرياكتر. طبعا هني تحت المخزن وداخل لوحة هني لوحتين والتشست في اغلب الاشياء من اوتي، مو اغلب الاشياء كل الاشياء هني. في بعد فلاش، ما ادري اذا شفته او لا. و خلونا نصعد من هني، ولا خلونا ندخل من الباب من هناك. اوكي هذه الدخلة. طبعا في غرفة هني. طبعا للحين هم البيت فاضي، ما حطيت له اثاث ولا شيء، ما ادري متى يعني ازينه. و لوح هني. طبعا هذا العالم من زمان ما لعبت فيه، العب فيه بين فترة وفترة لانه خلاص صار عندي عالم ثاني اللي هو ليتس بلاي، وهم سحبت على ليتس بلاي. ما ادري متى اسجل ليتس بلاي، ما لي خلق شوي. هني فراش ولوح هني فاضي هني، ما ادري من كاس الزجاج لانك ساعات اخلي عيال اخواني يلعبون فاخربوا ام العالم، خرب اشياء كثيره وقعدت اعدل عليها. طبعا هذا من فوق بعد شرح نروح هناك. خلونا ننزل حق الشيء اللي هناك، او خلونا نشقى احلى ما نخلق ننزل. طبعا هذه مزرعه، ومزرعه اوتوماتيكيه. طبعا ما فهمت شلون اوتوماتيكيه بالضبط، ما فهمنا. بس خلوني احط معي اشياء متروس الانفنتوري مالي. فا اوكي اللي راح يصير ان هني في بلوك، هني في بلوك، وهني في بلوك. فاللي راح يصير اني راح اشيل بلوك، راح ينزل الماي ويشيل كل الزر. بعدها اسكر المكان، وطاح السيدز والقمح نفس الطريقة هني وهني. اوكي طبعا هذه الطريقة. بعدين تحط السيلز، طبعا عشان يمدينا ناخذ القمح. ما اتوقع يمديني الناس الاماكن شوية سيدز وايد. ف بس هذه الطريقة. وطبعا في اكثر من طابق زي ما انتم شايفين، فيني طابق وفي هني عندك هذا الطابق الأخير. خوش طيح الصراحة. بالطابق الأخير طبعا الموجود في جيست هني وكرافتنج تيبل. الكرافتنج تيبل ما أدري ليش حطيته، أتوقع عشان أسوي بون ميل، بس البون ميل ما تحتاج، ما أدري ليش. هني طبعا القمح والأشياء هذه والسيدز. فبس هذه كانت المزرعة. خلونا نشوف بعد طقة على الأماكن الثانية. طبعا أول كان المصدر الأساسي للأكل عندي الخبز، فكنت أقعد هني ساعات طويلة، مو ساعات قوية شوي، لكن يعني كنت أطول هني، أقعد وأقعد أنطر الزرع وشي الزرع القمح وأسوي له بالبون ميل أسرعة، وأروح للسبونر وأخذ لي. طبعا ما ألعب عالم وما العب بعالم يعني الا لازم يكون في سبونر. السبونر شيء جدا جدا مهم، يعني الصراحه من اهم الاشياء باللعبه. يعني تحتاج البون ميل، او خلونا نقول تحتاج تاكل. عشان تاكل تحتاج زرع، عشان يخلص الزرع بسرعه تحتاج بون ميل. عشان تطلع البون ميل لازم تذبح سكلتن. عشان تذبح سكلتن اسرع لازم يكون عندك سبونر. طبعا ساعات يظلون فوق. طبعا هني بدعت بالعالم، كنت هني اسوي النذر رياكتر. هناك الفكره ان كنت قاعد انزل لافا على المكان، وبعدين لما احط ماي فوقه راح يصير كابل ستون، فقلت انه ممكن يتغير الاوبسيديان يعني بكابل ستون، وحتى يعني تبي تفجر. بس ما ضبطت الحركه لانه ما استبدل الكابل ستون، ما استبدل الاوبسيديان بكابل ستون. فكره فاشله الصراحه.
وهني طبعا انا قلت لك مثل ما قلت لكم ان الزومبي والموابز ما ينزلون بسرعه، فقررت اني انا اصعد لهم. فبس هذه الصعده يعني عشان لو انتم شايفين. طبعا في شرح اللي يبي سبونر، في شرح بالقناه. وبعد شنو في عندنا؟ طبعا هناك هني كان بيتي القديم، هم نزلت عنه مقطع من زمان، كنت مركب تكشر باك. هني عندي مزرعه قمح، لان بيتي القديم كان فيه مزرعه قمح قلت لكم. الحين صار اعتمادي كله على اللحم وال يعني الاكل، اللحم والش اسمه والبطيخ، لانه اسهل واسرع. فاستغنيت عن الخبز الحين، بس صار زينه. فهني هم كنت حاكل خروف، وبعدين سويت للطريج عشان ادزه. هذا كان بيتي القديم، هني كان في تشيست، هني التشيست، وهناك كان ولا شيء، كان فاضي. كنت حاط هني كرافتنج تيبل كذي، بعدين نقلتهم. الغرفه هذه كانت متروسه كلها فرنس، وهني كانت غرفه النوم، للحين غرفة نوم. طبعا هني قعدت ادز الخروف لين وصلت هني، وسديت الاماكن، بعدين سويت لي نفق عشان اروح حق بيتي الثاني عشان احكر الخروف هناك. فطقيت درب عشان احكره. طبعا هني شلت الديرت بعضه، فان هذا الطريق كان يودي ليل حظيرة الخرفان او محكر الخرفان. ما ادري شلون محكر الخرفان. المهم طبعا هذا هم كان طريق مكمل هناك. وهني عندي المشروم فارمينج، او المشروم فارم، مو فارمينج، فارمينج فعل. المهم قاعد اتفلسف يعني، انا اللي اعرف انجليزي. طبعا لازم ما اسجل. تشوف هني كنت مخلي عيال اخواني يلعبون وخربوا ام العالم. في شيء طقني ولا انا نقزت؟ انا نقزت. سوى طريج وما ادري سوى يا اخي، لعبوا بالعالم لعب. فطبعا انا اول ما نزلت صدمت، شنو هذا؟ كان المكان متروس وشموع. طبعا هني هم المشروم طلع بشكل كبير. لا لا شلتهم، ما عندي مكان. او عندي خلنا نحط وين احط البني، خلنا نحطه هنا. طبعا هناك في سبايدر، وهم عندي مزرعة ثانية هم ضبطت. لأن كنت حاطها أول بطريقة نظامية، إذا حطيت المشروم بطريقة نظامية ما راح ينزرع، إذا حطيتها عشوائي راح ينزرع. معلومة خلينا نقول 50% متأكد منها. والكريبر، كريبر كريبرين بعد كان زين كريبر. ماني عارف أطقه، تعال اطلع. وين الثاني؟ يلا تعال اطلع. ايش في سكران؟ اوه سبايدرز قاعدين يحترون هنا. شو سبايدر بعد؟ طبعا هذه المزرعة هذه نجحت بشكل جدا كبير. طبعا هذه بس اللي قاعد ازرع البني هني. شوف 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 شوف، تقريبا كنت بس حط 5 أو 6، الحين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. فهم هذه كانت طريقة ثانية. المهم انها تكون الغرفة خرمس او ظلمة حيل، وما يدخلها اي نور، وبس راح ينزرع. والمشروم طبعا لازم يكون بشكل عشوائي. فبس هذا كان العالم. اتمنى ان عجبتكم الحلقه، يا ريت تضغط لايك، وكن شاكر لك اذا اضفت المقطع المفضله، ولا تنسى تشترك في القناه اذا ما كنت مشترك. شكرا على المشاهده، والسلام عليكم.